أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت، نستهلها بأبرز العناوين. اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مع القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة. وزير الكهرباء ومحافظ المهرة يتفقدان تجهيزات مبنى محطة الكهرباء الجديد بمدينة الغيضة. مناقشة مبادرات السلطة المحلية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين ودراسة توسيعها. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تدعم بذور القمح للمزارعين بنصف التكلفة وتطلع على سير العمل في إنشاء أفراد خيرية سيستفيد منها 10,000 مواطن. إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد رئيس الوزراء معين عبد الملك اجتماعا مع ممثلي القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات لاستعراض المستجدات الراهنة في مختلف الجوانب وما يمثله استمرار التوافق من أهمية لتعزيز جهود معالجتها. وقدم المجتمعون عبر الاتصال المرئي المقترحات حول المهام الماثلة أمام الحكومة وفق الأولويات الاستثنائية، منها معالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية ووضع حلول عاجلة لتراجع العملة الوطنية وانعكاساتها على معيشة وحياة المواطنين. بدورهم عبر ممثلو القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة على أهمية بناء تماسك سياسي داعم للحكومة لتجاوز الأزمة ومعالجة الاختلالات، معربين عن تطلعهم إلى استمرار الدور الفاعل لتحالف دعم الشرعية وتقديم الإسناد اللازم للحكومة في ظل الظروف الحرجة والاستثنائية. تفقد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات ومحافظ المهرة محمد علي ياسر سير العمل في تجهيزات مبنى محطة الكهرباء الجديد بمدينة الغيضة بمساحة تقدر ب 2400 متر طوليا وتتسع لكثير من المحطات في المستقبل وخزانات وقود مع ورش صيانة ومخازن للقطع الغيار. وخلال الزيارة أوضح الوزير كلشات بأنه تم إصدار توجيهات عليا بإنشاء محطة جديدة لمحافظة المهرة بقدرة توليدية 40 ميجا قابلة للتوسع مستقبلا. من جانبه أكد محافظ محافظة المهرة استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة في إنجاز المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء. ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر مع وكيل مساعد تقنية المعلومات بوزارة الاتصالات رغيد الكثيري جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وسبل تطويرها في عموم المحافظة. وأكد المحافظ بن ياسر استعداد السلطة المحلية تقديم الدعم وتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الاتصالات، موجها الجهات المختصة بتسهيل مهمة فريق عمل متوقع زيارته للمحافظة قريبا لتطوير قطاع الاتصالات وتحسين مستوى خدماته. من جانبه أوضح الوكيل المساعد الكثيري بأنه خلال الزيارة جرى الاطلاع على أوضاع واحتياجات قطاع الاتصالات والصعوبات والمعوقات لوضعها كدراسة في إطار التوسعة التي ستجري خلال الفترة المقبلة لتطوير الخدمة سواء في جانب الاتصالات أو الإنترنت، لافتا إلى أنه سيتم تزويد المحافظة بمحطات تقوية لتوسعة التغطية وبما يتناسب مع الاحتياج للتوسع السكاني والعمراني. ترأس محافظ المهرة محمد علي ياسر اجتماعا لمناقشة سير العمل في عدد من المشاريع والوقوف على أسباب المشاريع المتعثرة ومعالجتها. وأكد المحافظ بن ياسر على ضرورة الاهتمام بتنفيذ المشاريع ذات الجدوى والتي تمس حياة المواطنين بدرجة أولى وإنجازها على وجه السرعة حسب المواصفات والمعايير الفنية والقانونية، والنظر في المشاريع المتعثرة والرفع بالمعالجات والمقترحات المناسبة، موجها باعتماد تمويل 4 آبار أرتوازية في وادي مديرية قشن لتسهيل عملية الحصول على مياه الشرب للمواطنين وثروتهم الحيوانية بسهولة ويسر. ناقش اجتماع بمدينة المكلا برئاسة وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش مبادرات السلطة المحلية في توفير الأسماك للسوق المحلي لتكون في متناول المواطنين بأسعار مقبولة، وبيع الخبز بسعر منخفض في بعض المخابز الآلية ونقاط البيع بمدينة المكلا. واستعرض الاجتماع سير تنفيذ هذه المبادرات وأهمية دراستها والاستفادة من إيجابيتها لما ينفع المواطنين ويخفف عن كاهلهم أعباء المعيشة.
وتطرق الاجتماع إلى مستوى تنفيذ المبادرات التي تقوم بها السلطة المحلية ومتطلبات استمرارها ودعم كل الجهود والتدخلات الهادفة التخفيف من أعباء المواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة. ووجه وكيل أول حضرموت بتقييم تجربة توفير الأسماك للسوق المحلي بالمكلا والتنسيق مع هيئة المصائد السمكية في تخصيص ما نسبته 10% من الإنتاج السمكي لتغطية السوق المحلي بسعر منخفض، داعيا إلى دراسة وتقييم المبادرات والتجارب كافة والعمل على توسيعها لتشمل مختلف المديريات والاستفادة منها لتعميمها وإمكانية تطبيقها على توفير السلع الغذائية الأساسية بالسعر المدعوم كهدف يخدم المواطنين ويخفف من أعبائهم المعيشية. وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام الكثيري بدعم بذور محاصيل القمح المحلي للمزارعين بنسبة 50% بكمية تتراوح ما بين 250 إلى 300 طن. وأشار الوكيل الكثيري أن المشروع يأتي في إطار الإجراءات العامة التي اتخذتها السلطة المحلية خلال الفترة الحالية للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، موجها مكتب الزراعة بالوادي والصحراء والسلطات المحلية بالمديريات بالتنسيق المشترك لاستقبال طلبات المزارعين للبذور من خلال التقدم بطلباتهم إلى مكاتب الزراعة بالمديريات. كما وجه الوكيل الكثيري باعتماد مشروع تدريب المزارعين على تحضير السماد العضوي واستخدامه في الزراعة والإيجابيات التي يحققها في العملية الزراعية. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام الكثيري على سير العمل في إنشاء أفران مسلم هانز الخيرية المجانية التي يستفيد منها 10,000 مواطن من الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريات سيئون وتريم وشبام. وأوضح مدير مشروع الفرن الخيري محمد الكثيري أن بدء الإنتاج في المخبز سيكون خلال أسبوعين، وأن المستهدفين من المشروع سيحصلون على الخبز بصورة مجانية يومية، وسيتم عمل نقاط توزيع في المناطق المستهدفة. وأكد الوكيل الكثيري حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات أمام المشروع ودعمها الكامل له بما يضمن استفادة المستهدفين منه، داعيا جميع منظمات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودهم ومشاريعهم التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم بصورة مباشرة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. وفي سياق متصل، تباينت آراء المواطنين وتعددت حول الخبز المدعوم في وادي حضرموت من مادتي الرغيف الروتي الذي أقدمت على بيعه السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالتنسيق مع المخابز الآلية في المديريات بسعر الكيلو 650 ريال. وتضمن دعم السلطة المحلية ب 50% من مادتي الدقيق والديزل للمخابز لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز في ظل الأوضاع الصعبة الحالية، وكخطوة معالجة أوضاع المواطنين بعدما كان يباع الكيلو بأكثر من 1000 ريال يمني. تم الدعم حقيقة بدعم الدقيق وهو ما يقارب 50%، يعطى 15,000 ريال للكيس، والباقي طبعا أكثر من نصف طبعا يدعم من السلطة المحلية. كذلك الديزل، وهم اشتكوا حقيقة من المحروقات وهي الديزل التي ارتفعت في الفترة الحالية، وتم دعم كم 20 لتر طبعا لكل 20 لتر طبعا 6,000 ريال يمني، وهو القيمة الحالية في شركات النفط 12,000 ريال. اللي خلانا نقتنع بالفكرة من خلال مدارستنا لها احنا والسلطة المحلية بقيادة الوكيل عصام حبريش حفظه الله، تبين لنا ان اكبر مصلحه هي عشان خدمه المواطن، فبادرنا الى ذلك رغم ان احنا فيها صعوبه، يعني فيها صعوبه بالنسبه لنا لاليه عملنا في، لكن بما انها في خدمه اهلنا فما ترددنا فيها وقبلناها جمله وتفصيلا. وفعلا راينا انه كميه العيش تصل الى كيلو باعتبار 18 حبة للرغيف هذا و16 حبة للروتي العادية، وبتكلفة تصل إلى 650 ريال لسعر الكيلو. فكرة الكيلو هذه يعني جديدة على المنطقة، فكرة الكيلو، لكنها إن شاء الله في مصلحة الشخص المشتري المستفيد هذه بالكيلو. لو بيجي بيشتري حبة روتي من أول بالحبة بيشتريها
تقريبا بتطلع له ب 70 ريال 60 ريال يعني في الوقت السابق. الان لو جاي يوزن الكيلو بيطلع الكيلو حوالي بيطلع له الحبه ب 40 35 حسب وحسب حجم الحبه. هو بالكيلو ما هو خسران ابدا، لو طلع ب 30 او ب 35 هو بيطلع عدد اكثر. لاحظنا فارق بين امس واليوم، فارق كبير من الزباين كنا بعد المغرب يالسين، اما اليوم ما شاء الله من العصر احنا على شغل واحد. كرم معهد العلوم الصحية بوادي حضرموت 150 خريجا وخريجة في 5 مساقات تعليمية متعددة من مختلف مدن وقرى وادي وصحراء حضرموت ومديرية دوعن. وفي الحفل أكد وكيل المحافظة المساعد هشام السعيدي اهتمام السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالعملية التعليمية في مختلف المجالات ومساهمتها في توفير التجهيزات الفنية اللازمة. ويعمل المعهد على خطة افتتاح دبلوم قابلات تقني بمديريتي دوعن والقطن، وسيطبق قريبا في مديرية وادي العين وعدد من المديريات الأخرى، وذلك بهدف تشجيع الفتاة للانخراط بالعمل الصحي. تسلمت أندية الدرجة الأولى المشاركة بدوري كرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 مليوني ريال لكل نادي دعما من وزير الشباب والرياضة نايف البكري. وسلم المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء رياض الجوهري 11 ناديا الدعم المقدم من الوزير البكري ب 22 مليون ريال، مثمنا مساندة قيادة الوزارة للأندية الرياضية للإسهام في تحسين أدائها وتفعيل أنشطتها لمواكبة احتياجات الشباب المتنوعة في المجال الرياضي. بدورها عبرت أندية الدرجة الأولى عن تقديرها لجهود وزير الشباب والرياضة في إعادة تفعيل النشاط الرياضي والشبابي عبر الدعم المستمر للأندية. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز العناوين. اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مع القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة. وزير الكهرباء ومحافظ المهرة يتفقدان تجهيزات مبنى محطة الكهرباء الجديد بمدينة الغيضة. مناقشة مبادرات السلطة المحلية للتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين ودراسة توسيعها. السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تدعم بذور القمح للمزارعين بنصف التكلفة وتطلع على سير العمل في إنشاء أفران خيرية سيستفيد منها 10,000 مواطن.
انتهت نشرتنا لهذا اليوم مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. أمان الله.